أعزائي المشاهدين من الحلقة جديدة من حلقات برنامج دكتور أمراض نساء. احنا زي ما اتفقنا دي حلقات مميزة جدا، والنهاردة حلقة مميزة جدا ومكثفة قوي، فياريت كل سيدة تسجل الحلقة دي عشان ممكن يكون يفوتها حاجة من الحاجات، ممكن ترجع لها تاني وتستفيد بقى في النقط اللي احنا هنتكلم عليها دي. النهاردة هنتكلم عن الجدل ما بين الولادة الطبيعي والقيصري. كتير من السيدات بتقول أنا ولدت قيصري ليه؟ أنا معرفش السبب، وأنا ما ولدتش طبيعي ليه؟ فإحنا هيبقى في حل جازم النهاردة، وهنشوف إمتى نعمل قيصري وإمتى السيدة بتولد طبيعي. هنبتدي بالإنديكيشن، إمتى نعمل قيصري؟ فكرة القيصري ببساطة لو سيدة فهمتها الموضوع، إن الجدل ده هيحسم، اللي هي اللي إحنا بنشيل الريسك الخطر من على البيبي ونحمله على الأم، بمعنى لو البيبي فيه مشكلة ولا حاجة بشيل الخطر من على البيبي واروح على طول على الام واحمل الريسك على الام علشان خاطر البيبي يستفيد، ريسك الخطر شويه على الام. طب اسباب القيصري، لاما اسباب في الام نفسها او يكون السبب سبب في المولود. يبقى السبب في الام ممكن يكون عندها ضغط مرتفع اللي احنا بنسميه تسمم في الحمل، مش اي تسمم في الحمل، يعني تسمم في الحمل احنا قلنا ده ضغط مرتفع بيعمل ارتشاح في الجسم بيأثر على الكلى يعمل زلال في البول، فده الثلاث حاجات اللي احنا بنشخص فيه. خطورته اللي هو ممكن يعمل تشنجات للام او يقلل سريان الدم للبيبي. فلو الضغط مش متظبط هتلجأ لقيصري. لو حصل لها اوريدي تشنجات مع الحمل والطفل لسه عايش هنعمل قيصري ومش متظبط الضغط. لكن لو الطفل لا قدر الله في حاجه خلاص بتولد بعد كده طبيعي مش مستعجلين. طيب في حاجات ثانيه، اللي هو النزيف اثناء الولاده، ممكن يكون مشيمه منفصله او مشيمه متقدمه. المشيمه المنفصله مش ما استجابتش للطلق الصناعي وكميه الدم يعني قليله ما اثرتش على صحه الام، يبقى نولد طبيعي. ما حصلش استجابه للرحم نتيجه النزيف انفصال المشيمه يبقى بتولد السيده قيصري. في المشيمه المتقدمه اللي هي بيحصلها نزيف بسرعه جدا وبعدها لازم يكون بعد المشيمه من على عنق الرحم اقل من 2 اقل من 2 سم يبقى تولد قيصري. فدي الحاجات اللي احنا بنسعف بيها السيده لو نزفت بتحجز في الشهر الثامن في المستشفى وبعد كده بتاخد حقن الرئه، ولو نزفت في اي وقت بتولد قيصري. في اسباب ثانيه، زي الانقباضات الرحم، في مشكله مع الطلق الصناعي، الانقباضات ضعيفه او الانقباضات مهيبره شويه يعني شديده قوي، او عنق الرحم من الانكزايتي عمل ضيق، او ممكن اسباب تانية زي يكون في حاجه سده الولاده الطبيعي، بمعنى في ورم ليفي او في عملت عمليه مثلا تصليح مهبلي قبل كده او في ناسور، حاجه تعوق اللي هو الولاده الطبيعيه. في اسباب تانية اللي هو ضيق الحوض، ضيق الحوض دوت برضو يعني في اسراف فيه كتير قوي. ليه؟ علشان ضيق الحوض من الدرجه الشديده قوي اللي هي بتبقى ملحوظه، السيده بتبقى اقل من 150 سم والضيق شديد، لكن الضيق العادي لازم ترايل اوف ليبر، لازم محاوله للولاده الطبيعي، ما نجحتش نلجا بعد كده لولاده قيصريه. في اسباب للمولود نفسها، يعني مال بوزيشن ومال بريزنتيشن للمولود نفسه، يعني المولود فيه مشكله من نفسه. بس انا ما قلتلكوش من اهم اسباب الولاده قيصري، السيده ولدت قبل كده قيصري فبتضطر تولد تاني قيصري، بس انا في الحلقه دي هقول ممكن نولد طبيعي بعد قيصري وايه البريكوشنز اللي احنا ممكن نعملها. في اسباب في المولود، يعني يكون وضعيه المولود مش كويسه، بمعنى ايه؟ بمعنى الطفل مثلا بالعرض او نازل بوشه او لافف غلط او نازل بالبراو بالجبهه، كل الحاجات دي بتبقى او بالمقعده، يبقى ديت مش النورمال فيسيولوجي اللي هو نازل براسه الطبيعي. في مشاكل تانية، الطفل على بالمناسبه اللي نازل بالمقعده في بريكوشن ان هو يولد كمان لو ما تلفش في اخر الشهر، يعني بدايه الشهر التاسع في بريكوشن اللي هو يولد طبيعي، بمعنى الوزن 2.5 ل3.5 ومفيش ضيق في الحوض، مش فارد راسه او نزل رجل من رجوله، يبقى كده ممكن نولد طبيعي. في بارامترز معينه بتحكمنا. التوائم من اسباب الولاده القيصري، لو اول طفل مش نازل بالهيد بتاعته بالراس بتاعته او اكتر من كذا توأم، واول طفل مش نازل بالهيد بتاعته او التوائم الملتصقه،
في اسباب تانيه لو حصل اختلال في نبض الجنين البيبي، خلل في نبض الجنين البيبي فاجري على طول الحقه بقيصري، او الحبل السوري نازل ومضغوط عليه فملخبط نبض البيبي فاجري على طول واعمل قيصريه عاجله. في اسباب تانيه، هل السكر من الاسباب اللي انا اول قيصري؟ لا، مش من الاسباب. يعني بنولد عن 38 اسبوع في نص التاسع اندكشن اوف ليبر، يعني ولاده بتحفيز ولاده عشان قلقانين من السكر ياثر على البيبي في الاخر الحمل خالص. بس امتى اولدها قيصري؟ لو البيبي اكبر من 4 كيلو ونص، وفي ستاديز دلوقتي بتقول انا ممكن اعمل اندكشن اوف ليفر افتر كونسلنج للبيشنت، بعد ما استشير العيانه ممكن اولد طبيعي، وممكن احتماليتي عشان البيبي كبير ممكن الكتف يتعلق، فالسيده بترجح لا ان اولد قيصري احسن، لكن طالما الوزن في المعقول خلاص. في اسباب ثانيه، في اسباب ثانيه زي اللي هي الهابيت والابورشن، لو الطفل كل شويه توفى في اخر شهر فبولدها قيصري قبل الميعاد بتاعها. في اسباب تانية زي البريماتيوريتي، لو الطفل مبتسر، الطفل مبتسر بيولد طبيعي خالص، بس الا في حالتين، لو في نقص في النمو نفسه بنعرفه اللي انا بحاول طبيعي وبديها طلق صناعي، ولو لقيت النبض اختل بوقف الطلق الصناعي وابتدي ادخلها اوضه العمليات وهي ما تقلقش من النقطه دي خالص. لو الطفل نازل بالمقعده نفسها ومبتسر يعني قبل ميعاده، لا بتولد قيصري. في اللي عادت ميعادها، يعني عدت الشهر بتاعها التاسع بنستنى عليها 10 ايام عشان ممكن تولد طبيعي في اي وقت، فبنستنى 10 ايام ما حصلش برضه ما بنولدش قيصري، بنعمل تحفيز على الولاده. الا لو البيبي اكتر من 5 كيلو، لا هنولد قيصري في الحاله دي لكبر حجم البيبي. طيب في حاجات تانية، مش امتى بقى نلجا للقيصره عاجله او بميعاد؟ بنقسم قيصره عاجله بنستعجل على البيبي على طول علشان خاطر مثلا في خلل في نبض البيبي، الحبل السري نزل زي ما احنا قلنا، في فاجينال بليدنج، في نزيف في المشيمه المتقدمه او انفصال في المشيمه، بجري على طول ولاده قيصر. امتى؟ بميعاد. ممكن تبقى في ولاده بس مفيش تقدم في الولاده، بس برضه ما بستعجلش عليها، بدخلها قيصري واحنا مرتاحين، يعني مش قيصري العاجلي اللي هي في خلال 30 ل 75 دقيقه، بغديها مش مستعجل عليها قوي. في اسباب تانية ممكن ادي ميعاد للسيده لو هي مثلا توائم مثلا وهديها ميعاد، او البيبي ما تلفش، فشلت محاوله اللف البيبي بالمقعده بديها ميعاد علشان خاطر تولد قيصري. لو في مشيمه ملتصقه او مشيمه متقدمه بس ما فيش نزيف بديها ميعاد عشان تولد قيصري. وطبعا في القيصري بدي حقن الكورتيزون عند قبل الشهر، يعني قبل التاسع باسبوع بدي حقن الرئه. ليه بقى؟ علشان خاطر انقباضات الرحم في الولاده الطبيعي بتساعد رئه البيبي، لكن دي مش هتبقى موجوده في القيصريه، فبديها حقن الرئه عند قبل الولاده بتاعتها باسبوع. الالتهابات، لو في مرض نقص المناعه لا حدي، بس الفيروس لود عالي اكتر من 50 كوبي تولد قيصري، اقل من كده تولد طبيعي. لو هيربس، مرض الهيربس لو هو نشط بتولد ايه؟ قيصري. في حاجات تانية، في سيزارين سكشن او ماترنال ريكويست، ساعات بتطلب السيده انا عاوزه قيصري، ساعتها انا بقول للسيده ايه؟ انت هتولدي قيصري، انت خايفه من القيصري ليه؟ بتقول عشان الالم، فلما ممكن نولد طبيعي بنج نصفي نفس نوع البنج زي القيصري خالص، فهي ما تقلقش من النقطه دي. لو انسيستد خلاص، يعني لو هي مصره خلاص بتولد قيصري، يبقى مش محبذ ولاده قيصريه في الطفل المبتسر الا بالشروط اللي احنا قلناها، ومش محبذ ليه الضيق في الرحم، الضيق في قصدي في الحوض، علشان بنحاول برضه ولاده طبيعي، عشان هي عباره عن نسبه وتناسب ما بين راس المولود والحوض نفسه، ما ممكن الحوض يبقى ضيق بس راس المولود تسمح بمرور راس صغيره، تسمح بمرور الجنين نفسه من عن طريق الحوض نفسه. طيب في لو عندها فيروس سي او بي لا تولد طبيعي، والطفل بعد فيروس لو عندها فيروس بي ياخد التطعيم وياخد الاميونوجلوبولين الاجسام المضاده. مش محبذ الولاده قيصري لسيده اكتر من يعني عندها سمنه مفرطه. دي الاسباب. في عندنا في مصر بقى، احنا عندنا نسبه القيصريه عالميا كان 25%، في مصر فيها اسراف، في اسراف في الولاده القيصري.
ايه اللي اسراف تبقى بنسبه 60%، 60% بيولدوا قيصري. ليه ارتفاع نسبه معدلات القيصري ديت؟ اول حاجه اهم من الاسباب اللي هي ولد القيصريه قبل كده ومش مفيش محاوله للولاده طبيعي. في رقم اتنين الانتشار اللي هو موضوع الحقن المجهري دوت، واحنا خايفين على البيبي فبنولد قيصري. انتشار الحضانات اللي الطفل بيعيش في سن مبكر فاضطر اولدها في سن مبكر ويدخلوا الحضانه. التوائم ايذر اللي هي تلقائي او بحقن مجهري. السيده عندها مشاكل في القلب، عندها مشاكل في الكلى، في الكلام دوت بولدها قيصري. في اسباب تانية، في اسباب زي بالمقعده بكرمت ترند اللي انا ملفش البيبي وخايف عليه واولده قيصري، ده مش صح. انا بقول الاسباب اللي خلتنا نلجا اللي احنا نولد قيصري. في والد قيصرية قبل كده وما فيش محاوله من الدكتور اللي هو يولد طبيعي بعد قيصري، ده من الاسباب ارتفاع القيصري. الميديا انتشرت في الميديا خالص ان السيزاريان سكشن دي من الحاجات الاتراكتيف للسيده، يعني السيده دي جذابه، دي ما فيهاش قلق، دي حاجه كويسه، وده مش صح خالص. بلس ان السيده بتطلب قيصري خوفا من الالم، فانا عامله لها كونسلنج استشيرها، ولو الطبيعي اوريدي معاها ما فيش مشكله بديها حقنه البنج اللي هو الرئه، وبعد كده بتولد طبيعي ما فيش مشكله. كويس. طب ازاي نقلل بقى المعدلات دي؟ اقلل المعدلات القيصري باول حاجه لازم اديوكيت البيشنت، يعني اثقف العينه واقول لها الولاده الطبيعي ما فيهاش خطوره، ولازم يبقى في 1-to-1 سبورت مع البيشنت. بمعنى ايه؟ يعني البيشنت مع حد يدعمها اثناء الولاده، ده مش غلط. اي ايذر الريلاتيف، حد من اقاربها او حد اثناء الولاده. في حاجات تانية، في ان انا احاول الف البيبي في اول التاسع خالص، لو ما حاولش يتلف مش اولد قيصري، احاول اولد طبيعي بعد قيصري، احاول ادي الديت مظبوط بتاع اول يوم في اخر الدوره واحسب بعمر الجنين، عشان ساعات بتحسب غلط فنقول خلاص ده احنا كده عدينا التاسع، هو اصلا لسه ما عدناش التاسع. احاول اعمل بعد ما يعد عدى الميعاد ب 10 ايام كمان، اعمل اندكشن اوف ليبر، يعني حس على الولاده مش اولدها قيصري على طول. او اعمل حاجه كمان اللي هي تخطيط نبض الجنين بيزود معدلات القيصري عشان ده دقته 50% فقط. في حاجات تانية زي البارتوجرام، الرسم البياني اللي بنعمله في الولاده عشان ندي توقيت لتوقيت ما بين الفحص والاخر ونشوف تقدم الولاده بدل ما نستعجل عليها وندخلها قيصري، فده بيزود الدقه ويقلل احتماليات القيصري. اوكي. طب السيده بقى انا هديها كونسلنج، لازم تمضي كونسنت اللي هي هتعمل القيصري، موافقه، واديها اشرح لها ايه المميزات والعيوب بتاعت كل واحده، ولو ولد القيصري ايه الامبليكيشن اللي هتحصل بعد كده في الولادات اللي جايه، واشرح لها تفاصيل ستيبس بتاعه العمليه. طيب ايه مميزات بقى القيصري اللي هي هتبقى الاوبوزيت للطبيعي؟ مميزات القيصري ما بتحسش بالم او اثناء الولاده نفسها واول 3 ايام، ودي قلنا ممكن نستعيد عنها بان احنا نولد طبيعي على ابيديورال بنج نصفي. مشاكل كمان مميزات القيصري، الطفل بينزل من تحت فممكن يجرح مثلا المهبل او اي حاجه ويعمل ضعف في العضلات، بس انا بقول الكلام ده بيحصل ضعف في عضلات في الولاده الطبيعي اللي ممكن تسبب مشاكل في المثانه او في التبرز. ده لما السيده تولد 4 أو 5 ولادات طبيعيه ومش ما بينهم سبيس، بمعنى ما فيش ما بينهم سنتين كل واحده، اقل من كده، فكده انهكت العضلات بتاعتها. والرويال كوليدج الجامعه الملكيه في انجلترا قالت الثلاثه قيصري بتساوي واحد طبيعي في ضعف العضلات. فسيده هتسالني طب القيصري دلوقتي بتضعف العضلات طالما البيبي ما ينزلش ليه من تحت؟ او لا، بتضعف عضلات المهبل علشان خاطر الفسيولوجي، الهرمونات بتعمل تمدد في الاربطه والانسجه، فكده كده هيجي الضعف دوت بالتدريج ومع تكرار الحمل. طيب ايه اضرار القيصري؟ اضرار القيصري ببساطه ممكن السيده هيحصلها النزيف، بس انا قبل ما اقول اضرار القيصري النسب قليله، ومش معنى اللي انا اقول نسب قليله اقل من 1% ولا حاجه اللي هي تحصل مع كل سيده. انا بقول النسب القليله دي علشان خاطر السيده تبقى على وعي بيها وما تفاجئش، حتى لو هي بقت من 1% دولت
ما تفاجئش وتبقى على وعي، وانا عملت لك كونسلنج واستشرتها وكل حاجه ومتفهمه وماشيه الرحله معايا بخطوه بخطوه، مش تفاجئ او تتخدع بالموضوع ده. فمشاكل القيصريه ممكن في الحمل دوت او بعد الحمل، في الحمل اللي بعد كده. الحمل ده ممكن يحصل نظيف يتنيل لها دم مثلا، ممكن يكون من المولادات القيصريه المتكرره في التصاقات، يتشد على المثانه مثلا، يتشد على الحالب، احنا بنضطر بقى نخيطهم. ممكن من ولادات برضو يحصل، احنا قلنا نقل الدم، ممكن يحصل الرئه بتاعه البيبي مش نشطه قوي، قلنا في الولاده الطبيعي احسن، ممكن يبقى في تزود اسمه دوت الاحتمال المشيمه الملتصقه. فهنا بقى حقلق من نقطة القيصري. وفي الولادات اللي بعد كده بيبقى في التصاقات بتبقى كتيرة مثلا، ممكن تأخر الحمل شوية، ممكن يحصل قلت المشيمة الملتصقة، المشيمة المتقدمة، ممكن الفتح بتاع القيصرية دوت يتفتح ولا حاجة بعد كده. بلس القيصرية بتسوي بدي الهوسبيتال ستاي، يعني تقعد في المستشفى كتيرة، فممكن يحصل تجلطات بعديها ولا حاجة، فبديها عوامل حاجة تقلل عوامل التجلط. طيب قلت المميزات والعيوب. طيب احنا بحضر السيدة ازاي؟ طبعا بشوف نسبة الهيموجلوبين بتاعها وحاجز لها دم لو هي يعني متوقع ان هي تنزل في الولادة ولا حاجة، وبعد كده بديها التخدير واختار نوع التخدير على حسب. طبعا الابيديورال البنج النصفي ده احسن حاجة، بس هو في حاجات صغيرة ممكن يعمل صداع بعديها، أو يبقى في سيدة مش محبس اللي هي تاخد لو هي عندها مرض القبل أو صفائح دمية قليلة، أو واخدة حقنة كليسين في آخر 12 ساعة. طيب البنج الكلي لو الحالة طارئة دخلها ما فيش وقت أعمل، أو السيدة رفضت أو في الضغط قليل بتاعها فالبنج النصفي بيقلل الضغط فاضطر اديها بنج كلي. طب نشوف الفيديو دوت اللي هيورينا الستبس بتاعت القيصرية. ناخد الفيديو بتاع القيصري معايا. في فيديو القيصري ديت المشيمة المتقدمة اللي احنا شايفينها قدامنا اهي اللي انا بتكلم عليها، او نبض البيبي تأثر فالحبل السري لافف حواليه، او في انفصال في المشيمه فنبض البيبي، يعني دي اسباب القيصريه نفسها، او انفصال من المشيمه، المشيمه هتبتدي تفك من الرحم نفسه. تمام. وبعمل سونار، بعمل ده تخطيط نبض الجنين عباره عن حزام عشان خاطر يشوف لنا النبض، وبعد كده ببتدي اعمل قيصري. مش محبذ اللي انا اعمل الجرح بالطول دوت عشان بيفتح القيصريه بعد كده 5%، هو لازم البيكيني لاين او بالعرض ده نسبه فتح القيصريه بعد كده 0.5 حاجه لا تذكر. وبعد كده بفتح طبقات البطن وبفتح بعد كده الرحم. فتحت الرحم اطلع البيبي، وبعد ما اطلع البيبي زي ما احنا شايفين نولد بقى المشيمة، ده الحبل السري الكلامباب بتاعي، وبعد كده بولد المشيمة زي ما احنا شايفين، وبعد كده بقفل الرحم الأحمر دوت، وبعد كده طبقات البطن، يبقى كده تمام. بعد كده طب امتى بقى السيدة بعد ما بتخلص، خلاص الفيديو كده خلص. بعد ما بولد السيدة بديها بقى طبعا المسكنات بتاعتها، مضادات الحيوية عشان خاطر ما يجيلهاش التهاب في البول أو التهاب في الرحم نفسه. لو هي سمينة أو عندها ضغط أو سكر بديها حاجات بتقلل التجلطات. بشوف الووند كير ما بيبقاش فيه احمرار الجرح نفسه، أعملها تحليل بول ما بيبقاش فيه عندها التهابات في البول، كمية الدم اللي بعد الولادة قليلة، أشوف رجليها مش ورمة بعد الولادة أو ما فيش نهجان، يعني ما فيش جلطات طلعت على الرئة في عملية نهجان. لو كويسة بتمشي هو الطبيعي من 3 لـ4 أيام بعد القيصري، بس لو كويسة وما فيش حرارة بعد يوم من القيصري. طيب بتولد طبيعي بعد القيصري؟ محبس تولد بعد طبيعي القيصري. لو جرح القيصرية ديت دوت مرة أو مرتين عملت قيصري ممكن تولد طبيعي بعد قيصري، بس ليها معايير. بتنجح قد إيه؟ 75%. لو ما نجحش بنولدها قيصري اللي هي تولد طبيعي بعد قيصري. بتزيد ال 90% لو ولدت طبيعي قبل كده بعد قيصري، وتقل ال 40% لو هي سمينه
او حصل قيصريه قبل كده لعنق الرحم ما كانش بيفتح، او عامله حس على الولاده قبل كده. طيب بعد الكلام دوت ممكن اعمل ايه؟ خلاص انا حوليتها طبيعي، بس لازم احط جهاز تخطيط نبض الجنين اللي احنا شفناه دوت، ولو شفت خلل في نبض الجنين او حصل نزيف او اضطرابات في الالم زاد قوي في بطنها، يبقى دخلها قيصريه على طول، ممكن يكون الجرح بتاع القيصريه اتفتح. ودلوقتي بقى هتكلم على الولاده الطبيعي سريعا. في ثلاث مراحل للولاده الطبيعي. اول مرحله بيبقى في انقباضات مش منتظمه، ده الجزء الخامل من الولاده من 1 ل 3 سم، او من 3 سم لغايه 10 سم اللي هو القطر، يبقى نفس قطر راس المولود عشان البيبي يتولد، ده الجزء النشط من الولاده اللي هو من 4 ل 10 سم، بتبقى انقباضات منتظمه، ثلاث انقباضات في ال 10 دقائق، والانقباضه الواحده بتقعد دقيقه، فاتساع الرحم هنا بيبقى معدل 1 سم في الايه في الساعه، يعني من 3 ل 4 ساعات السيده بتولد خالص. لكن الجزء الخامل ممكن الجزء الخامل دوت ممكن يطول ل 8 ساعات. الجزء الثاني اللي هي الولاده نفسها بنستنى على السيده ساعه، لو ولدت قبل كده، لو بكريه بستنى ساعتين، لو يدور بزود ساعه. الجزء الثالث ولاده المشيمه. شوف بس فيديو الولاده الطبيعيه. دي اهو عنق الرحم بيبتدي يقصر ويوسع عشان يستوعب الجزء البيبي لغايه ما توصل 3 سم، ده الجزء الخامل يتسع خالص. اوكي، دي انقباضات بقى اللي بتسمع في الظهر، اللي هو الجزء النشط من الولاده من 4 سم ل 5 سم، من 4 سوري سم لغايه 10 سم، بيبتدي يتفتح، والطبيب بيقعد يفحص مثلا كل ساعتين ولا حاجه علشان يشوف الاتساع دوت ماشي بالمعدل على الرسم البياني المظبوط ولا لا. اتفتح عنق الرحم والبيبي بقى يبتدي ينزل بالتدريج علشان يتولد. وصل عنق الرحم 10 سنتي ده قطر البيبي. في انقباضات من فوق الجزء العلوي بتاع الرحم وارتخاء الجزء السفلي من الرحم عشان يستوعب البيبي، ويبتدي ينزل ويلف معانا علشان بعد كده يتولد. اوكي، وبعد كده البيبي يتولد يلف، وبعد كده هيلف خالص، وبعد كده بنعمل ممكن شق العجان دوت تحت بنج برضو، حاجه بسيطه ممكن ما نعملهاش خالص. بس امتى نعملها؟ لو مثلا في خلل في نبض الجنين او الفتحه ضيقه نفسها والست رفضت نعمل لها الكلام ده، ما بنعملهوش، بس عاده بتبقى الكلام ده في البكريه، ولو رفضت مفيش مشكله بنولدها كده برضو. وبعد كده لغايه ما الـ الـ الكتف ينزل، هي الصوره بطيئه شويه مش عارف ليه، وبعد كده يطلع اللي هو ويلف معانا كويس. خلينا نبطئ الصوره شويه، بعد كده نولد، خليها بالريتم العادي وننزله لتحت، وبعد كده نطلع لفوق عشان نولد الكتف اللي تحت، وبعد كده الكتف اللي فوق، وبعد كده نلتقطه، وبعد كده بعد ما نلتقطه نولد المشيمه ونشد المشيمه بقى نولدها، اللي هي بتبقى في خلال 30 ثانيه. خلص الفيديو كده. بس في نقطة بس صغيرة عاوز أقول عليها، اللي هي البور ليبر بروجريس. لو تقدم يعني في سيدات، واحد من كل أربع سيدات الولادة بتبقى مش متقدمة قوي، فالطبيب بيستعجل عليها ويولدها قيصري. لا، إحنا ما بنعملش الكلام دوت، إحنا بنحطها على رسم بياني ونشوف نوع التأخر دوت. لو في الجزء الخامل أكتر من 4 من 8 ساعات، أو الجزء النشط أقل من 1 سنتي في الساعة، أو في الجزء الثاني من الولادة اللي هي ولادة البيبي الحقيقية حقيقة، من 1 ساعة للسيدة اللي ولدت قبل كده، أو ساعتين للبكرية، ونزود ساعة يبقى يعني 3 و2 لو على بنج نصفي. الجزء الثالث من الولادة ده خلاص، ده ولادة المشيمة. لو في بس النبض يعني ضعيف، بنديها الطلق الصناعي ونفتح كيس البيبي
واديها طلق صناعي عشان ممكن يكون السبب دوت يكون ضعف في الانقباضات، بس بقيم بالرسم البياني النزول راس البيبي بلس اتساع عنق الرحم، وما نستعجلش على السيدة في الولادة القيصري وندخلها على طول. وكده خلصت الحلقة، وأنا بس أفكركم موعدنا جمعة أو جمعة لأ بعد صلاة الظهر الساعة 1 ظهرا، والإعادة في نفس اليوم بعد منتصف الليل الساعة 1:30 النهاردة إن شاء الله. وأتمنى أكون أنتوا استفدتوا بالحلقة ديت، ويكون نشر التوعية للسيدات يكون إفادة ليهم، وأتمنى لكم الصحة والتوفيق.